أغلقت طريق الدراسيين بأجواء ضبابية مبهمة المصير، حتى وصل الطالب إلى نهاية الرحلة وانتقل لرحلة أخرى يرسم بها مستقبله المختار. لكنه لم يكن على علم بما ينتظره من معوقات القبول المركزي. اصطدمت أحلامه ببعض من الأخطاء التعليمية التي يتحمل مسؤوليتها الطالب أو الجهات المعنية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقيقة لم تفرض اختيارا على طلبة الدراسات الإعدادية الذين ظهر لهم قبولهم المركزي. الحدود الدنيا لمعدلات القبول بالكليات الأهلية وحتى الحكومي يحددها الطلبة المتنافسون أنفسهم. وإذا تقول لي لحالة جيبي لي هالحالة حتى أشوفها وأتأكد منها من وجودها فعلا يلا أعلق. وجوه رسمت عليها فرحة بداية المشوار، لكنها لم تكن راضية بما حصدت بمجهود السنين، وذلك من خلال المساواة بين مجهوده الدراسي وبين آخرين قد تكون المحسوبية والمال جزءا أساسيا من تفضيل من هو أقل كفاءة وعلما منهم. تستقبل المؤسسات الخاصة ويحصلون على مقاعد دراسية كانت حلم من سهر وعانى ظروفا قد تكون مادية وأمنية واجتماعية. أمر وصف كأسنان المشط لا تميز بين الصغير والكبير، وأن يكون مكللا بالأخطاء. قبول غير مرضي بصورة عامة. القبولات كان بها ظلم. معدلات 97-96 تنقبل تقنيات طبية نهرين، بينما هو استحقاقها كان صيدلة. معدلات 95 تنقبل هندسة حاسوب مستنصرية ظلم. يعني ما يتساوى اللي قرأ وتعب وجاب معدلي ويا جماعة الستينات اللي يروحون أهلي، أكيد ما راح يتساوى والسالفة تقهر. يعني هاي خاضعة يعني قضية التجار جاي يصير، يعني إنه أفتح كلية أهلية وأخلي الدرجات تقل بعشرين درجة، فلوس كل شوية راح أصير كراس فرع انفتح، يعني بيت فارغ فتح كلية صارت بيها على أساس مثلا كلية معينة تقول إنه راح نسوي أقل بدرجتين، بس هناك مثلا تلقى 80 هو طب عام أو طب أسنان. في النهاية انتهى مشوار الدراسة وبدأ مشوار جديد حدد بعدة اعتبارات علمية للحفاظ على الرصانة. فبحسب ما وصف من المفترض أن تكون هذه الاعتبارات شاملة وليست حكرا على القطاع الحكومي، يتغير مستقبل طالب بدرجة واحدة أو أدنى، ويقتنص مقعده آخرون أقل منهم بعشرات الدرجات دون أي مشقة. ازدواجية واضحة في القبول المركزي قوبلت بعدم الرضا من قبل الطلبة، فبينما يحدد الطالب بمعدلات عالية لاختيار تخصص معين يضع معدلات دون المستوى لكليات أهلية ولنفس الاختصاص، أمر وصفه الطلبة بالمجحف بحق مجهودهم الدراسي. من بغداد، ضحى عنبر، قناة الرشيد الفضائية.